أما هلأ سالي كمان رح ننتقل لفقرة كتير مهمة ورح نحكي فيها عن الأعشاب، مدى تأثيرها، كيف ممكن بتكون مفيدة وكيف ممكن تكون ضارة. أكيد ضمن معلومات قيمة رح تقدم لنا إياها استشارية التغذية أريج درويش وماجستير بعلوم الغذاء. صباحك يا صباح أريج، النور، أهلا وسهلا أهلا فيك. فيكم. يسعد صباحك يسعد أريج. صباحك. دائما عم يكون لنا هيك وقفات لنحكي عن الشيء الصحي، دائما الشيء اللي بيخص جسم الإنسان واللي هو أهم شيء ليقدر يكفي حياته. الأعشاب، مثل ما بنسمع كثير عن الأعشاب، في عالم عندها معلومات يمكن أحيانا بتكون خاطئة، وفي عالم بتفوت على النت وبتاخذ كل شيء من النت، أحيانا ما بيكونوا كل الدراسات بتشبه بعضهم. مظبوط. فاحكي لنا أول شيء بشكل عام، الأعشاب هل هي مفيدة بالمطلق أو ضارة يعني بنسبة معينة؟ تماما. هلا الاعشاب هي علم كثير كبير وبحر كثير كبير اذا بدنا نحن ندخل فيه بكل تفاصيله. الاعشاب مثل الاغذيه، إلى مضار وإلى منافع. نحن اكيد لما بناخذ شيء بشكل غير صحيح ممكن نحن نكون عم ناخذ هي العشبه بس عم نستهلكها بشكل ما نو صحيح، فنحن ما عم ناخذ فوائدها، ممكن نكون عم ناخذها بكميه اكبر من اللازم، فهي الفوائد اللي عم تقدم لنا اياها تنقلب لمضار. فنحن لازم نعرف كل عشبه شو بتفيد وشو بتضر، اي متى الوقت المناسب لحتى ناخذها، وشو الطريقه يلي نحن لازم ناخذها، لانه اغلبنا بنعمل الاعشاب انه بنغلي المي بالعشبه، كمان هنشوف انه هاي الطريقه ما انا كثير صحيحه. هلا حنحكي شوي بالتفصيل عن انواع من الاعشاب وكيف شو الطريقه الصحيحه لحتى ناخذ كل وحده منها. نعم أريج، يعني بما أنه رح نحكي عن الأعشاب يعني المعروفة، ونحن بلدنا يعني غنية بالأعشاب، صح، ومثل ما بنقول معروفة زهورات الشامية، زهورات الساحلية، كل منطقة إلى شيء سبحان الله أنه بيشفي من مرض معين أو له فوائد معينة، لكن مثل ما مظبوط قلتي اللي زاد عن حده قلب ضده. بالضبط. خلينا نحكي عن أهم الأعشاب اللي هلأ رح تذكريها والشائعة جدا، تمام، وبعدين خلينا نحكي عن الأعشاب اللي عم تستخدم ايضا للتنحيف، اللي هي عم تعمل اثار سلبيه وعم تعمل كسل بالمعده. اكيد. هلا نحن عندنا كثير من الاعشاب المشهوره بس اشهرها واللي كثير نحن بنتناوله اول شيء الزنجبيل. هلا الزنجبيل بس الفكره انه نحن بنعتبره من الجذور، فهو مفيد جدا. دائما نحن عندنا فكره انه الزنجبيل بيرفع الضغط، بس 90% من الدراسات الحديثه بتنفي هاي الدراسات القديمه. الزنجبيل له دور كثير كبير بانه بيخفض ضغط الدم، ما بيرفع ضغط الدم. حلو. فالاشخاص اللي بيكون في عندهم ارتفاع بضغط الدم دائما لازم ياخذوا الزنجبيل بشكل منيح. طبعا الكميه المسموح انه نحن ناخذها من الزنجبيل هي كوب واحد يوميا، ويفضل انه نحن ما ناخذه على الريق. كثير من الاشخاص بياخذوه للتنحيف فبياخذوا كميات كثير كبيره منه، يعني بياخذوا 3 لـ4 أكواب بالنهار، فهذا الشيء ما هو صحيح نهائيا. كوب واحد بالنهار وبعد ما بنكون اكلين، ما بيسوى نحن ناخذه على الريق. واكيد الزنجبيل كمان بيطرد السموم من الجسم، فهو فيه مضادات اكسده كثير عاليه. كمان اذا بدنا نحكي النوع الثاني اللي هو البردقوش، كمان منتشر كثير وخاصة بالساحل السوري. البردقوش كثير مفيد لمرضى السكر، فبحسن من امتصاص الأنسولين بالجسم وبيحسن فعالية الأنسولين بالجسم. فالأشخاص اللي مصابين بالسكر ومعالجين بالأنسولين كتير ضروري إنه يستهلكوا البردقوش، كمان كوب واحد لاثنين بالنهار. طبعا الطريقة الصحيحة لحتى نصنع البردقوش وأكثر من أنواع الزهورات إنه نحن ما نغليها غلي، لأنه الزيوت المفيدة أو الموجودة فيها وقتها بتنغلى حتتطاير كلها، فنحن ما استفدنا منها. نحن لازم نغلي المي لحالها، بنحط الزهورات النوع اللي نحن بدنا نستخدمه وبنضيف المي فوقه وبنتركه ينقع 10 دقائق ل 15 دقيقة وبعدها نستهلكه. اما نحن لما بنغليها مع المي فنحن خسرنا كل الفوائد. كمان في عندنا الكركديه مستخدم بشكل كثير كبير. هلا الكركديه صارت كثير دراسات بتخصه، اثبت اخر شيء بالدراسات انه نحن الكركديه له دور برفع الضغط وبخفض الضغط. لما الاشخاص بيكون في عندهم ارتفاع بالضغط وبدهم ينزلوا ضغطهم فلازم يستخدموا الكركديه بارد مو سخن. اما لما الاشخاص بيكون في عندهم ضغط منخفض بشكل مستمر وبدهم يحاولوا يرفعوا الضغط شوي فيفضل انه ياخذوه سخن. فهي كمان نحن شوي بتأثر كتير على الأشخاص اللي عندهم ضغط. كمان الكركم كتير مفيد، له دور كتير كبير بطرد الالتهابات بالجسم، وخاصة بالضبط نحن استخدمناها كتير، حكينا عنه بفترة كورونا، له دور كتير كبير بمعالجة الالتهابات وتخفيف السموم، وخاصة معالجة الالتهابات البولية. فالأشخاص اللي بيكون في عندهم أمراض بالكلية أو التهابات مجاري بولية بشكل مستمر أو التهابات نسائية ضروري يستهلكوا. الناس عم تحطه بالطبخ صايرة للكركم، يعني صح. نفس الفائدة بتاخده؟ تماما نفس الفائدة. طبعا نحن مثل ما قلنا أنه الأفضل إذا بدنا ناخده نحن بالشكل الطازج مو بالشكل البهار، لازم نحن ما نغليه بشكل
مع المي بشكل دائم، بنسخن المي وبعدين بنضيفها له وبنستخدم هي المنقوع. نعم، يعني ايضا ريج يمكن عملتي لنا هيك لمحه سريعه عن اهم واكثر الاعشاب خلينا نقول افاده للجسم، يمكن احيانا في استخدام خاطئ، يمكن هلا ذكرتي ضمن حديثك انه معلش نحن ما نغليهم لانه عم يفقدوا الزيوت العطريه النافعه، يعني شلون هيك بدنا نخلي مثلا اللي بده يستخدم الاعشاب يستخدمهم بالطريقه الصحيحه، وهل فينا نحط مع الاعشاب عسل؟ هلا اول شيء الطريقه الصحيحه هي بتعتمد اول شيء على تخزين الاعشاب، نحن يفضل انه نحن ما نخزنها لفترات كثير طويله، واذا نحن بنستخدم العشب المطحون فنحن نجيبه اول شيء اخضر ونطحن على قد ما نحن بنستهلك، يعني مثل البهار تماما، البهارات دائما نحن بنفضل انه ما نجيبها بكميات كبيره لانه بعد فتره بتفقد فعاليتها حتى طعمتها بتروح، فنحن نستهلك يعني قد ما بدنا نستهلك نجيب، ما يكون في عندنا كميات فائده كثير منها، طبعا هي بتتخزن لفترات طويله بس يفضل انه نحن نستهلكها فترات قصيرة. العسل نحن بنقدر نضيفه أكيد للمشروبات وأفضل من إضافة السكر الأبيض، نحن في كتير أشخاص بضيفوا سكر بكميات كتير عالية للزهورات فبيكونوا عم بيدخلوا أو عم بيقللوا من فعاليتها أو فوائدها، فنحن العسل مفيد بس كمان بكمية اللي هي معلقة تقريبا ما تتجاوز المعلقة بالإضافات، ونكون شوي حريصين بس عند مرضى السكر. أريجة في خلطات كمان كتير عم يستخدموها الناس لشفاء من الأمراض، عم تكون أحياناً خلطات عشوائية للأعشاب، وخاصة في ناس مثلاً تشرب المساء زهورات متى مع زهورات بيشربوا عرفتي، فهي الخلطات أحياناً بيكون في أعشاب مضادة التفاعل مع بعضها تسبب يمكن آثار سلبية، ألم بالمعدة، غثيان، أقياء، فعم نشوف هي الحالات. خبرينا الأعشاب هي الخلطات أولاً شو المسموح وشو الممنوع منها، وخلينا نرجع على قصة الخلطات التنحيف أعشاب التنحيف اللي عم كتير عم يحذروا منها عم تعمل مشاكل كتير للأسف. هلأ نحن بنفضل أنه ناخد كل عشبة بشكل منفصل، ما بنفضل نخلط نوعين سوا، ممكن مثلا هلأ الكتير شائع أنه نحن ناخد الزنجبيل مع القرفة، هون ما في مشكلة لأنه ما بيأثروا على تفاعل بعض، أما أي أنواع تانية بنفضل ناخدها بشكل منفصل تماما، يعني إذا بدنا ناخد نحن مثلا كاستين زهورات فينا ناخد نوعين بس بكل واحد منفصل عن الثاني، هذا الافضل. هلا بالنسبه لاعشاب التنحيف اللي عم تتاخذ للاسف انه عم تتاخذ بطريقه عشوائيه جدا كبيره، نحن بنعتمد كثير باعشاب التنحيف على الملينات، اشهرها السيرامكي او السيرامكي المعروف، نحن بنقولها سيرامكي بالعاميه، هي من الاعشاب الملينه إلا فوائد وإلا أضرار. الفوائد أول شيء أنه هي بتخفف الصداع، بتخفف الشقيقة إذا كان الشخص مصاب بالشقيقة. الشيء الثاني أنه هي بتخفف كمان الالتهابات الموجودة بالجسم بشكل كتير كبير، بس نحن لما بناخدها بطريقة زيادة، لما بناخدها لحتى نحن ننزل وزننا، فهون نحن عم نضر حالنا بشكل كتير كبير. كيف عم بيتاخد على الريق؟ عم يتاخذ على الريق، عم يتاخذ بشكل متكرر حتى خلال النهار. هلا نحن يفضل انه يعني اذا بدنا ناخذ السيرامكي بناخذ نص كاسه، نحن لما عم الاشخاص لما عم ياخذوها للتنحيف عم ياخذوا 3 كاسات او 4 كاسات بالنهار. هلا اول شيء هي بتعمل اسهال بالضبط، وهون كثير غلط لانه اول شيء بتعمل اسهال بشكل كثير كبير، والاسهال حيخلينا نفقد فيتامينات بجسمنا، ونحن بنعرف انه في عنا فيتامينات ما بتنحل الا بالدهون، فنحن وقتها عم ناخذ الوجبه وعم ناخذ معها هي السيرامكي وعم يطلع الاكل فورا، نحن ما عم نمتص هي الفيتامينات بشكل صحيح. الفكرة الثانية انه هي بتعمل مثل طبقة عازلة على الذغابات المعوية، مو بس السينماكي، كل الاعشاب الملينة بتعمل طبقة عازلة على الذغابات المعوية، فنحن ما عاد بنمتص المواد الغذائية بشكل صحيح، فعم بيصير في عندنا نقص بالفيتامينات، ما عم ينزل الوزن بشكل صحيح، بالاضافة انه بيصير الجسم مأدمن عليها، يعني حتى اذا نحن بدنا نتركها بيصير الجسم صعب انه يصير في خروج، بنصير بنعاني من حالات امساك جدا صعبة، ممكن نبقى اسبوع احيانا عم نعاني من امساك لانه نحن وقفناها، فنحن لازم ناخذها طريقة بسيطة سهلة طبية حتى، يعني نص كوب بالنهار. والطريقة الصحيحة لأخذ السينماكي كمان ما بتكون بغلية ولا بنقعها بمي سخنة، بتكون بنقعها بمي باردة، نحن لما بدنا ناخذها بشكل صحيح بننقعها بين 10 ل 12 ساعة بمي باردة، وممكن نستهلك هذا السائل يلي بيطلع نص كاسة باليوم، مو أكثر من هيك نهائيا. بالاضافه للاعشاب الثانيه اللي كثير احيانا عم تنصنع ضمن كبسولات، للاسف نحن هاي الكبسولات اول شيء ما بنعرف شو عم ينحط فيها، هاي الاعشاب الموجوده ضمن هاي الكبسولات ما بنعرف اذا عم مرشوشه مبيدات حشريه، شو المي اللي هي عم تنسقى فيها، بتحتوي على الزئبق على الرصاص، وعم نشوف حالات تسمم كثير كبيره بعد استخدام هاي الادويه، يعني للاسف في كثير اشخاص عم تستخدمها عم تؤدي للوفاه احيانا صدقا اذا اتاخذت لفترات طويله لانه
تراكم الزئبق والرصاص بجسمنا عم يعمل حالة سمية بالجسم، فنحن عم نوصل لمحل انه الجسم لا عم ينحف ولا عم بيزيد الوزن، بس نحن عم نضر حالنا. فنكون كتير دقيقين، ما نستهلك شيء ما بنعرفه شو ما كانت تركيبته، حتى لو من عند عطار، اذا ما بنعرف شو التركيبة 100% الموجودة فيه ما لازم نستهلكه نهائيا. أكيد يعني أريجة عم تحكي عن موضوع كتير مهم، وخاصة أنه المعلومات عم ياخدوها بعض الناس عن المواقع من مصادر غير معروفة ولا طبية حتى. دائما بنقول نحن أهل سوريا هن أهل عطارة، فهن عندهم هي المعلومات الكبيرة بهذا المجال. أتمنى الكل الوعي حتى ما يصير في عندهم آثار سلبية، حتى وكتير بأكد أنه ما حدا يشتري هاي المنتجات عن النت، لأنه فعلا عم يكون في إلها تأثيرات كتير ضارة. صحيح. يعني لازم إذا بدها تتاخد تحت إشراف طبي. حتى بس نحكي تنويه صغير عن الأدوية، تفضل. حتى مو بس الأدوية، الأعشاب، يعني الأدوية اللي بتكون خافضة للسكر مثل الميتفورال، الجليكوفاج، عم ياخدوها بطريقة عشوائية جدا ولا ينزلوا وزنهم، كمان هذا الشيء أبدا ما هو صحيح. إذا الشخص ما عنده سكر وعم ياخد هاي الأدوية ممكن يصير في عنده مقاومة إنسولين فيصير مصاب سكر بس يكبر بالعمر. فكتير نكون حريصين، يعني نحن هدفنا تنزيل الوزن ولكن بطريقة صحية مو بطريقة عشوائية تضرنا نهائيا. نعم تمام. يعني أريج عن جد نحن نشكرك على المعلومات يلي قدمتي لنا اياها، وخاصه بمجال الاعشاب، لانه في كثير اسئله زينب واستفسارات عم تجي، وخاصه للصبايا يلي هلا بيحاولوا ينزلوا وزنهم، ولكن مثل ما حكيتي بطريقه مدروسه وباستشاره اخصائي او طبيب. شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. شكرا لك يا أريج. شكرا لك.